فسيحة الحمامي ربت بيت، لدي 4 أبناء، ومستواي الدراسي درست بمدينة الزاك تعليمي الابتدائي والإعدادي والتأهيلي. بعد ذلك انتقلت إلى مدينة الرباط لاستكمال دراستي الجامعية. حصلت على دبلوم الدراسات العليا المعمقة. الآن أشتغل بالمديرية الإقليمية للتعليم في أسازاغ، أشغل منصب رئيسة مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية. بالإضافة إلى عملي في المديرية انخرطت في العمل الجمعوي. من خلال هذا العمل الجمعوي شفت راسي في السياسة، انخرطت في العمل السياسي. هذه كأول تجربة، وكانت تجربة ناجحة في بداية الأمر. الحمد لله حصلت على رئاسة جماعة المحبس القروية بإقليم أسازاك. الحمد لله كانت عندي أغلبية مريحة التي حصلت بها على هذه الرئاسة. المجلس الجماعي اللي انتخبني الحمد لله كان إجماع على التصويت عليه في هذه الجماعة. كنتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن أعضاء المجلس الجماعي اللي وضعوا ثقتهم فيا، وكذلك ساكنة جماعة المحبس اللي انتخبوني بشكل ديمقراطي. تجربتي كامرأة في هذه العملية السياسية، احنا كمجتمع صحراوي اكيد في البدايه كانت واحد الناس ما كتبغيش تصوت على المراه، ولكن احنا في عصرنا الحالي ولا في المرحله الحاليه الحمد لله ما كانش عندنا مشكل بهذاك الشكل اللي كنا متوقعينه. تقبلوا الناس تحملنا المسؤوليه وتدبيرنا للشأن المحلي على مستوى هذه الجماعه، والحمد لله راه هذا الشيء كيعبر عليه هو التصويت اللي كان بالاغلبيه الاعضاء المجلس الجماعي، لانهم كيشوفوني المراه اللي تقد ترافع على الشأن المحلي وتقد ترافع على القضايا الخاصه بساكنه جماعه المحبس. فيما يخص جماعه المحبس، هي جماعه حدوديه فيها عدد مهم من الساكنه، سواء كانت ساكنة خاطنة بجماعة بيرست المنطقة المعروفة بجماعة المحبس، وكذلك تضم مجموعة من الرحل القاطنين بهذه الجماعة. كما تعرفون جماعة المحبس جماعة حدودية. الحمد لله كانت في السنة الفارطة محج العديد من الناس، سواء كانوا رياضيين أو سياسيين أو ممثلين. كانت السنة الفارطة كان واحد الإشعاع عند هذه الجماعة اللي كانت اللي استقطبت العديد من الوافدين من جميع أنحاء المغرب. احنا برنامجنا الانتخابي ولا هذه المرحلة الانتقالية إن شاء الله في جماعة المحبس غادي نعملوا احنا كفريق مع أعضاء جماعة المحبس، وبتعاون كذلك مع جميع الفاعلين والسلطات المحلية، غادي نستقطب إن شاء الله شراكات سواء على المستوى الإقليمي ولا على المستوى الجهوي ولما لا المركزي لخدمة هذه المنطقة والاشتغال عليها وجلب استثمارات اللي تجعل الساكنة نوفروا لها الخدمات الضرورية ونوفروا لها المرافق الضرورية اللي تقد تستقطب الناس واللي تقد تجعلهم يجوا يسكنوا معنا في المنطقة ونساعدوا على إعمار هذه المنطقة إن شاء الله في المستقبل. برنامجنا الانتخابي كذلك فيه مجموعة من الأمور إن شاء الله كنعملوا عليها، لأنه إحنا إن شاء الله غادي نطرقوا جميع الأبواب من أجل البحث عن شراكات ومن أجل إعمار هذه المنطقة من خلال خلق مجموعة من المرافق كما قلت. كذا من الأولويات أصلا اللي دايرين في برنامجنا إن شاء الله أننا نعملوا على إعادة هيكلة مقر الجماعة إن شاء الله بما يليق بمقام الناس والزوار الآسيين لهذه المنطقة إن شاء الله. كذلك سوف نعمل على خلق حزام حزام للحد من 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 التصحر ومن ومحاربة الرمال. كذلك العمل على خلق جمعيات نسائية وخلق مشاريع مدرة للدخل لمساعدة النساء والفتيات. كذلك العمل على خلق مدرسة جماعاتية لتوفير التعليم للساكنة والاستكمال دراسة خصوصا الفتيات، لأنه كنعرفوا العائلات في الصحراء كيوصلوا للفتيات. احنا الآن بجامعة المحبس عندنا فرعية فيها المستوى الابتدائي، لما لا يكون عندنا التعليم الإعدادي والتأهيلي. إن شاء الله غادي نعملوا على خلق مدرسة جماعاتية أو نواة إعدادية بها داخلية لاستكمال دراسة، خصوصا ما يتماسوا عن هذه المنطقة من هدر مدرسي، خصوصا بالنسبة للفتيات اللي العائلات ما كتبغيش تصيفطهم يقراو وحدهم. الترافع على خلق طريق الرابطة بين المحبس وجماعة جديريه، باعتبار هذا الطريق سوف تعطي نوع من الإشعاع لهذه المنطقة.